بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المؤتمر أو الندوة المفتوحة مع الشباب تأتي في إطار خطة فضيلة الإمام الأكبر في التواصل المباشر مع الشباب، وأنتم تعلمون أن فضيلته أدرك مبادرة الأزهر يجمعنا، وهذه يعني تمت في الأسبوعين الماضيين لمدة 3 أيام في كل أسبوع على مستوى 4000 مركز شباب. تعاونت مؤسسات الأزهر جميعها، سواء جماعة الأزهر أو مجمع البحوث الإسلامية أو المشيخة أو قطاع المعاهد الأزهرية، فكان يوجد على الأقل في كل ندوة 3 من العلماء، وكان حوارا مفتوحا بين الشباب والشابات، لم تكن هناك تحفظات على أي أسئلة على الإطلاق. وأعتقد أن مثل هذا هو حوار مثمر جدا، لأن في الحقيقة يعني هناك إهمال في حق للشباب، والأزهر تدارك هذا الأمر، لأن الآن القصة ليست قصة المعلومة، فالشاب الآن يحصل على المعلومة أكثر بكثير ممن يعرض المعلومة، ولكن القضية في إيضاح هذه المعلومة وإيصال هذه المعلومة. تحدثتم عن مناهج الأزهر، يعني ماذا عن مناهج الأزهر؟ هل هناك يعني إحنا قرينا في الجرائد مؤخرا لأن مناهج الأزهر بها بعض أنا قلت هذا السؤال حينما قلت نحن نشكر كل من يأتينا بأشياء محددة في مناهج الأزهر، نشكره على ذلك، ولا نستحي أبدا من أن تكون هناك عندنا عيوب، فمن يعيننا على إصلاحها نحن نشكره، ولكن التشهير وتعظيم الأشياء أكبر من حجمها، فأعتقد أنه لا يكون ناصحا أمينا لا للأزهر ولا لمصر. فأعتقد أن كل واحد يرى في هناك أخطاء في مناهج الأزهر أو أشياء مناهج الأزهر، هناك لجان دائمة لهذا الأمر، وأنا رئيس لجنة من هذه اللجان، يعني أنا مسؤول عن لجنة المناهج اللغة العربية في المرحلة الإعدادية والثانوية في الأزهر الشريف. فمن عنده يعني أي نقد أو شيء يراه في هذا الأمر فنحن نرحب به، وفضيلة الإمام الأكبر يرحب بهذا تماما. هي أشياء لا مسألة تغذية الفكر المتطرف أو كذا لا، ولكن هناك أشياء نادرة في الشروح وليس في صلب المناهج على الإطلاق تكون موجودة. بمعنى إيه؟ بمعنى أننا ندرس كتب التراث، وكتب التراث هذه كتبت في زمن مضى، فكان هناك في الحواشي وفي الهوامش بعض الأشياء التي كتبت لأهل ذلك الزمان، وحينما يقرر على الطلاب يلغى هذا من المنهج المقرر، ولكنه موجود في الكتاب، ولكن يلغى من المقرر، لأن حتى نحافظ على بنية كتاب التراث لا يجوز أن احنا نتدخل ونحذف إلى آخره. مثل ما قالوه في بعض الحواشي في كتاب الإقناع، وهذا كان ملغيا من على الطلاب، وأنا لا أحب أن أعيد ما ذكرته الصحف في هذا الأمر، ولكن أنا أريد أن أقول إن هذا لم يكن مقررا على الطلاب. نعم كان موجودا في الكتاب، يعني دي لا يمكن أن يصل لصفحة في مجموع كتاب من 300 صفحة، لا يمكن أن يصل لصفحة في هذا الأمر. طيب مؤخرا يعني إحنا بنشوف نرى أن الأزهر بيتعرض لهجمة شرسة من بعض الأشخاص، يعني لهجم دوره الوسطي ما تكون دور يعني مقبلة لمواجهة هذا الفكر المتطرف سواء داخل مصر أو خارج مصر. نحن ندعوهم إلى الموضوعية بدل الهجوم، وأن يتعاونوا معنا في الإصلاح بدل أن يجعلوها مادة إعلامية للهجوم، فإن من يريد الخير لمصر ومن يريد الخير للمسلمين ومن يريد الخير للأزهر يمد يد العون إليه لا بالهجوم عليه. هل الأزهر يعني سكت عن دوره يوما في مواجهة الفكر المتطرف؟ يعني لا مش سكون، لا بيحاول لا انتوا لا انتوا حضراتكم اللي عايزين تحسوا بكده، يعني انتوا حضراتكم عايزين تحسوا بكده ليه؟ لان احنا عندنا نقاط ضوء كثيره جدا لا حصر لها في الازهر، ولكنكم تغمضون، يعني الكاميرا عندكم اصبحت بعين واحده. لا ما انا بقول اهو، ما انا بقول يعني نروح المحافظات ما شفناش ده. مين اللي قال؟ ما انا بقول لحضرتك 4000 مركز شباب على مدى الاسبوعين الماضيين، ما دي شيء من الأشياء، ولا قلت في محاضرتي إن كل فترة صغيرة من الفترات قد لا يمر شهران وعندنا أكثر من 500 شاب وشابة من جامعة الأزهر التقونا مع الجامعات الأخرى،
وان احنا دائما الازهر متواجد سواء على المنابر او في المعاهد او في مجتمعاته. يعني لو حضرتك دخلت القرى ودخلت كل هذه الاماكن هتجد انه بيقود عمليات الاصلاح ذات البين وعمليات الاصلاح بين الناس والتوعيه وما الى ذلك. هم من الازهر الشريف والذي يقود عمل الخير في كل هذه القرى وهذه الاماكن هم من الازهر الشريف. فهل يسلط الضوء على مثل هذا؟ فانا بس عايز الكاميرا تشتغل بالعينين لا بعين واحده.